نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في كلمته في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في نيويورك، وما زالت تعقد حتى الآن جلسة استثنائية لبحث آخر التطورات في اليمن من الناحية السياسية والإنسانية. ركز إذن وزير الخارجية اليمني على تأكيده على أن حكومة بلاده ستحارب الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وستحارب الانقلابيين في إشارة إلى الانقلاب الحوثي، وأيضا ستعمل على مواجهة تفشي وباء الكوليرا في بلاده، مثمنا الجهود التي تقوم بها الدول الصديقة لليمن في تحقيق تلك الأهداف. وأيضا أكد على يعني تنديده بالدعم الإيراني للجيش أو للحوثيين والانقلابيين، وباعتبار أن ذلك يمثل تهديدا خطيرا على استقرار اليمن وعلى جيران اليمن وأيضا الملاحة البحرية والدولية. وأكد أيضا على شكره لكل من قام باختراق المدن المنكوبة مثل مدينة تعز للاطلاع على حجم الأوضاع هناك بشكل كبير، وطلب ب يعني مساندة دولية للحكومة اليمنية لدفع الرواتب للموظفين ولمحاولة حل الأزمة المادية لديها، وأيضا مواجهة تفشي وباء الكوليرا، وأيضا إنقاذ عدد كبير من المعتقلين في سجون الحوثيين ومنهم أطفال ونساء وعائلات لا تعرف مصير ذويها حتى الآن. إذن عودة من جديد إلى موضوعنا في هذه الحلقة من المشهد، وهو الحديث عن آخر تطورات السياسية والعسكرية في سوريا. فعلى الساحة العسكرية تستمر قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري في تعقب ومواجهة عناصر داعش في مدينة الرقة، ومن الناحية السياسية هناك مفاوضات تجري سواء على صعيد أستانا أو جنيف أو حتى في اجتماع المعارضة السورية في الرياض مؤخرا، وما تبذله أيضا مصر من يعني جهود دبلوماسية في حمص والغوطة. كل ذلك نتابعه في هذه الحلقة من المشهد، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الدكتور محمد عز العرب، خبير الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا مدير تحرير التقرير الاستراتيجي العربي. أهلا بحضرتك. أهلا حضرتك. في البداية قبل بدء النقاش مع ضيفنا الكريم، دعونا نتابع مزيد من التفاصيل حول موضوع هذه الحلقة في التقرير التالي. الشهران المقبلان سيكونان حاسمين في الأزمة السورية، هكذا أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، مشيرا إلى أن الأزمة ستشهد تحولات نوعية. ففي مؤتمر صحفي من جنيف أضاف مستورا أنه قرر تأجيل المباحثات الفنية بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين تم إقراره لكي تتمكن المعارضة من التوصل إلى رؤية واحدة. وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أن نهاية شهر أغسطس الجاري سيشهد جولة جديدة من مباحثات أستانا، داعيا الطرفين إلى جدية التفاوض وتنظيم الصفوف. من جانبه أشار نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سوريا ترحب بالتحقيق في الاتهامات الخاصة باستخدام السلاح الكيميائي في مناطق مختلفة من سوريا. كما أكد المقداد أن دمشق ستقدم كل التسهيلات للجنة التحقيق الدولية بهدف إثبات عدم تورطها في الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون. وتنفي دمشق أي استخدام للأسلحة الكيميائية، وتقول إنها فككت ترسانتها عام 2013 بعد اتفاق روسي أمريكي أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات. على جانب آخر، تواصل طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفها العنيف للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجماعات الإرهابية في مدينة الرقة، بعدما أوقعت خلال 3 أيام نحو 60 قتيلا مدنيا بينهم 21 طفلا. في الوقت نفسه تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل الجيش السوري الحر المعارض وقوات الجيش السوري على محور بلدة عين ترمى بريف دمشق الشرقي، مما يشير إلى تزايد في التكلفة البشرية الهائلة للحرب في سوريا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عودة بعد التقرير لمناقشة مع ضيفنا الكريم في استوديو المشهد. يعني دكتور محمد، كيف ترى تطورات الوضع العسكري في سوريا خاصة بعد معركة الرقة التي تدور حاليا هناك؟ يعني هناك ملامح مختلفة بتشير إلى أن نظام الأسد يستعيد بعض من الأراضي التي فقدها على مدى أكثر من 6 سنوات، لكن لم يستعيد الأراضي التي كانت بحوزته إلى ما قبل 2011، ولا يتوقع في القريب العاجل أو حتى في المدى المتوسط أن يصل إلى ذلك. لكن واضح أن الدعم العسكري الروسي منذ تبلوره في 30 سبتمبر 2015 بدأ يؤتي ثماره بدرجة كبيرة، وبالتالي وضع نظام الأسد يتحسن تدريجيا وببطء مقارنة بفترات سابقة، وده ناتج عن عدة اعتبارات، مرتبط بالدعم الروسي في جزء منها، مرتبطة أيضا باستراتيجية القطم التدريجي التي يتبعها، وهي عدم قدرتها على استعادة ومحاربة كل الأطراف مرة واحدة، وبالتالي يحاول أن يستعيد بعض البلدات داخل مدن كبيرة، بحيث يؤدي في الحاصل الأخير إلى استعادة لمنطقة ثم إلى حي إلى مدينة كبرى، بما يحسن وضعه تدريجيا. النقطة الثانية مرتبطة بالتراجع النسبي لقوات المعارضة المسلحة التي لم نستطع أن نطلق عليها معارضة إرهابية، اللي هي مرتبطة تحديدا بالميليشيات المسلحة اللي كانت مدعومة من بعض القوى الإقليمية، ودي بنلاحظ دي مرتبطة بعامل آخر سوف يؤدي إلى ازدياد هذا العامل، خاصة بعد التوجه لدى الإدارة الأمريكية إدارة ترامب بإيقاف الدعم لدى قوى المعارضة السورية على نحو يضعف من قواتها الميدانية على الأرض ويزيد من العنصر الأول، وهي زيادة قوة الأسد. النقطة الثالثة وهي أن الأراضي التي تفقدها التنظيمات الإرهابية وتحديدا تنظيم داعش يتم السيطرة عليها بدرجة أكبر من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وخاصة في مناطق الجنوب السوري، ودي مدعومة بدرجة أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نتحدث عن الأسباب التي تدعو الولايات المتحدة لذلك. النقطة الرابعة وهي مرتبط بأن الأطراف الضامنة لما يجري على الأرض السورية للأسف ليست أطرافا عربية، وإنما هي أطراف ترتبط بقوة دولية مثل روسيا، وبدرجة أقل مثل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قوى إقليمية أخرى وهي إيران وتركيا. نعم. طيب إذا تحدثنا عن قوات سوريا الديمقراطية تحديدا، هل بتعتقد أنه هناك دعم لها الآن لاستيلائها على مساحة كبيرة من الأراضي تمهيدا لتعزيز موقفها في التفاوض بعد ذلك مستقبلا، أو كما يقال أنه يعني تكرار سيناريو العراق في سوريا، وهو استحواذ الأكراد على نسبة من الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية لاستقلالهم عن باقي سوريا؟ الهدفين يعني، وما تقدرش الهدفين تعتبرهم هدفين متعارضين بقدر ما يكون النظر لهم هدفين متكاملين. اولا ما تقدرش ان انت تعزز اوراق التفاوضيه على الترابيزه والا ولديك قوه ميدانيه تعزز من وجودك. من الواضح ان هنا التوافقات ما بين قوات سوريا الديمقراطيه تحديدا على الارض والدعم التي ياتي اليها من الولايات المتحده يعزز من فرصها إلى حد كبير، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تعزز الوجود القوي لنظام بشار الأسد لعدد من الأسباب، لسبب يخص أوراقها التفاوضية في مواجهة روسيا الاتحادية. لذلك تلاقي أن الولايات المتحدة تتحدث عن تعزيز لوجودها وقوتها بل ووكلها داخل الأرض السورية في منطقة الجنوب الروسي، وهي نفس المناطق التي تتنازع عنها روسيا ونظام الأسد لتعزيز وجودها بدرجة أو بأخرى. جزء تاني مرتبط بورقة تفاوضية للولايات المتحدة في مواجهة السياسة التركية، خاصة وأن تركيا تخشى من قوات سوريا الديمقراطية لثلاث أسباب رئيسية يا أستاذ أحمد.
السبب الأولاني أنها تخشى من الوجود الكردي وقوات سوريا الديمقراطية باعتبارها أن هي الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي اللي هو يحد أحد مصادر التهديد إلا لما تكن تعتبره تركيا منظمة إرهابية. نعم. النقطة الثانية تخاف من التمدد الكردي واحتمال انضواء بعض العناصر الإرهابية التي تتدفق عبر أراضيها. النقطة الثالثة والتخوف من تمددات اللاجئين العابرين للحدود على نحو يؤدي إلى إضعاف مبيعة الدولة التركية، خاصة وأن تركيا من الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط التي استقبلت لاجئين سوريين. تمام. بشكل أو بآخر. طيب نتوقف عند التصريح لتحالف قوات سوريا الديمقراطية بيتوقع بقاء القوات الأمريكية في شمال سوريا لعقود طويلة، وبيتوقع أيضا إقامة علاقات وثيقة مستمرة بالمنطقة التي يهيمن عليها الأكراد. ما دلالة هذا التصريح وخروجه في هذا التوقيت؟ هو تصريح يحمل رسائل في عدة اتجاهات. أولا إنه طرف رئيسي في معادلات القوة داخل الساحة السورية في المرحلة الحالية وفي المرحلة المستقبلية، على نحو يجعله أحد الأطراف اللاعبة النظامية والتي لا تعتبرها أطراف عديدة يعني باستثناء تركيا يمكن القبول بها، بل أن الأسد رغم معارضته لمثل هذه الميول الانفصالية إلا أنه ممكن أن يتعامل معها كمعطى، لأنه لا يستطيع أنه هو يسيطر على كل المناطق كما أشرت في بداية حديثي ككل. النقطة الثانية، لا يمكن أن تضعهم في خانة التنظيمات الإرهابية مثلما هو الحال بالنسبة لتنظيم داعش أو جبهة فتح الشام اللي هي جبهة النصرة سابقا. النقطة الثانية من الهدف بالنسبة لهذا التصريح وهي تصريح موجه ورسالة موجهة إلى السياسة الروسية والسياسة التركية، خاصة وأن تركيا تحاول بشتى الصور الدخول في تحالفات مع الأطراف المناقضة لتوجهاتها وسياستها. يعني حتى 2000 ونهاية 2015 لم تكن العلاقات الروسية التركية جيدة، لم تكن العلاقات ما بين تركيا وغيرها من الأطراف داخل سوريا جيدة، وبالتالي دي رسالة لتركيا بأن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة ميدانيا داخليا من قوات عربية كردية أقرب إلى قوات هجينة وتحظى بدعم في بعض المناطق في مواجهة التهديد الأكبر وهو التهديد الإرهابي الذي يمثله تنظيم داعش. النقطة الثانية أنها تحظى بدعم القوة الدولية الأكبر في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وأن سمة التعاون من خلال وجود بعض قوات الإنزال البري الأمريكي مع قوات سوريا الديمقراطية. النقطة الثالثة، رسالة موجهة لنظام الأسد أيضا وهي أن قوات سوريا الديمقراطية المناطق اللي بتسيطر عليها ليست مجالا للتفاوض مع قوات الأسد، وإنما سوف تكون قوات مرتبطة بالسيطرة الكردية التي كانت لديها إشكاليات رئيسية ليست مرتبطة بالوضع في سوريا، وإنما كانت هناك تطلعات للحلم الكردي سواء بالنسبة لأقراض سوريا، أقراض العراق، أقراض تركيا وأقراض إيران. وبالتالي دي إشارة إلى أن الأقراض لديهم حق، ربما يكون هناك بعض الأفكار المرتبطة بفكرة الميول الانفصالية اللي حضرتك بتتكلم عليها أو حتى تحقيق الحلم الكردي بشكل مجزأ. تمام. على المستوى يعني هذه الميول الانفصالية أيضا يعني تحدث الآن بعض المحللين عن وجودها أيضا في جنوب سوريا، لأنه هناك معارضون شكلوا ما يسمى بالإدارة العليا لجنوب البلاد. هل بتعتقد أن هذه خطوة نحو الانفصال أيضا في الجنوب السوري؟ وهل إذا صح ذلك يعني هل هي مدعومة من واشنطن أيضا؟ شوف، مش هتقدر تقول كده برضك يا أستاذ أحمد، لأن مش معقولة أن كل قوة سياسية بغض النظر عن وزنها النسبي تستطيع أن هي تسيطر على لفترة من الوقت فتستطيع أن هي تحقق انفصال. من الواضح أن سوريا في 2011 غير سوريا في 2017، وبالتالي جغرافيا الصراع
هي اللي هتوضح خلال المرحلة المقبلة إلى أي مدى سوف يحدث ذلك. لكن من المتعذر حدوثه بالنسبة لأي قوة في الجنوب السوري لعدد من الأسباب. أولا هناك دعم من جانب روسيا إلى تحقيق نفوذ في تلك المنطقة، ومن الواضح إلى أنها يعني تمضي قدما في هذا الاتجاه. على الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتجه إلى تعزيز نفوذها، ولكن ذلك لا يجعلها صاحبة نفوذ كبير تؤدي إلى بقوة أخرى بخلاف القوات الكردية التي تحقق ذلك. وإلا يجعلها فاقدة المصداقية للفصلين. هي بتدعم مين بالضبط؟ لأنه مش من الطبيعي إلى يعني مثلا بنتكلم على روسيا على سبيل المثال بتدعم الأسد، لكن مش من الطبيعي أن الولايات المتحدة تدعم فصلين ربما لا يجمعهم الكثير من القواسم المشتركة. تمام. طيب إذا ما تحدثنا عن الوضع العسكري الآن، يعني دير الزور والمعركة المرتقبة ضد تنظيم داعش في آخر معاقله بعد هزيمته في الرقة، يعني ما هو تصورك لهذه المعركة والسيناريو ما بعد هزيمة داعش في الرقة؟ يعني شوف حضرتك انت بتتكلم حوالين الملمح الرئيسي اللي احنا يعني حتى بعد انتهاء معركة الموصل في العراق، لان احنا محاربة التنظيمات الإرهابية محاربة بالجملة مش محاربة بالتجزئة. لكن محاربتها هنا بالتجزئة بمنطق الى ان اللي حصل انهيار، يعني لو بنتكلم على المعركة دي باعتبارها ان هي موجهة لتنظيم داعش تحديدا، بتشير الى انهيار الدولة لكنها لا تعكس انهيار التنظيم بل بقاء التنظيم. وبالتالي رغم هزيمته في الموصل وفي العراق بالضبط كده، لان من الواضح الى ان حالة الحدود الرخوة تؤدي الى تمددات لكوادر من التنظيم مش موجودة في دير الزور بس، لكنها موجودة في إدلب على سبيل المثال. وده اللي بيوضح لك، وهنا مش مرتبط بقى بتنظيم داعش، مرتبط حتى بجبهة فتح الشام، جبهة النصرة، اللي هي لأول مرة حضرتك بتلاقيها إن هي بتسيطر على مدينة بالكامل منذ الثورة السورية في عام 2011. لكن دعني أتحول لسؤال حضرتك اللي هو مرتبطة بمعركة دير الزور. سوف تأخذ وقتا طويلا لأن التنظيم داعش سوف يستخدم المدنيين كسوات البشرية على سبيل المثال، وبالتالي هناك تخوف من ازدياد حمامات الدم داخل الساحة السورية ما بين موتى وقتلى ونازحين داخليين ونازحين إلى الخارج. النقطة الثانية اللي هي مرتبطة معركة حياة أو موت، وبالتالي يظل يقاوم كوادر داعش حتى لا يقع في الأسر، وإنما حتى يموت دفاعا عن بعض مراكز نفوذه الرئيسية. النقطة الثانية إلى أن من الواضح أن دير الزور بتحتوي على مساحات واسعة، تحتوي على ثروة نفطية، بتقع على الحدود من تركيا، وبالتالي عملية التشابكات وعملية القر والفر سوف تأخذ فترة طويلة. تمام. لكن حتى رغم فقدها فقرا طويلا وحتى بانتصار القوات النظامية قوات التحالف في مواجهتها، تظل هناك جيوب لبعض كوادر داعش في محافظات أخرى. تمام. طيب معنا عبر الهاتف الأستاذ علي مقصود المحلل السياسي من دمشق. أستاذ علي تحياتي لحضرتك لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. نعم، أتوقف معك عند تحليل لتصريح لبثينة شعبان المستشار الإعلامي والسياسي للرئيس السوري بشار الأسد، قالت فيه إن الولايات المتحدة ستفشل في تفتيت سوريا وإقامة نظام اتحادي لأن الشعب السوري واحد. ويتزامن هذا التصريح أيضا مع تصريحات مسؤولين سوريين تقول فيها إن مخطط تقسيم سوريا لم يعد يشكل تهديدا. إذا ما هي مقومات الثقة في هذه التصريحات؟ نعم، لا شك بأن هذا التصريح لمستشارة السيد الرئيس ينطلق ويستند إلى حقائق ووقائع أصبحت شاخصة ومرتسمة في المشهد السوري وخاصة في الميدان بعد أن أحرز الجيش تقدما في معركة الفجر الكبرى على مسرح عمليات البادية السورية، والتي انطلقت منذ حوالي الشهرين لمواجهة السيناريوهات الصهيو أمريكية، نعم، التي كانت ترمي إلى السيطرة على الكوريدور الممتد من الحدود السورية الأردنية جنوبا
حتى الحسكة شمالا مرورا بهذه البادية ودير الزور والرقة. ولكن هذا الصراع بين هذين المشروعين في الحقيقة انتهى إلى قطع الطريق وتمزيق كل هذه الخارطة والسيناريوهات الأمريكية التي عجزت عن إحداث أي تقدم ولو كان لمترا واحدا، إن كان في قاعدة التنس حيث تم استخدام هذه القاعدة للهجوم على بعض مواقع في دير الزور، إن كان باتجاه البوكمال أو السخنة أو غير ذلك. المهم أن الجيش السوري والحلفاء هم من سيطر على كل هذه المساحات الواسعة التي وصلت إلى 41,000 كيلومتر مربع على محاور ثلاث: المحور الجنوبي على الحدود مع الأردن حيث وصل الجيش إلى مخفر أبو شرشوح، ومن ثم تجاوزه شرقا ليصل إلى الحدود السورية الأردنية العراقية بثماني كيلومترات إلى المخفر 162، وأيضا في المحور الشمالي من جهة الرقة الجيش تجاوز معدان بأربعة كيلومتر وأصبح أيضا في الجهة الشمالية من مدينة دير الزور. وإذا أخذنا بقية الاتجاهات حيث تم إسقاط إنزال بين الطيبة والكبير في منطقة الكوم، ومن ثم هيأت الظروف للقوات التي تقدمت من الجهة الغربية أن تتقدم وتسيطر على 7 بلدات وبعمق أكثر من 25 كيلومتر، وتلتقي مع القوة القادمة من الريف الجنوبي للرقة ليلتقوا في الفاسدة وفي أبو فارس شمال غرب حميمي على الحدود الإدارية لدير الزور. أي أن الجيش سيطر على كل المناطق مع البطين الأيسر في معركة البادية وهي السخنة، التي أيضا فتحت الطريق أمامه باتجاه كباجب. إذن السيناريو الأمريكي الذي فشل، وعلامات الفشل عندما أصدرت أوامر لقوات أسد بعدم التقدم داخل الرقة والاتساع بمحيط الرقة، ومن ثم قامت بتفكيك القاعدة في التنف لتحفظ ما وجهها وتدعي بأنها نقلت المسلحين إلى الشداد للمشاركة في معركة دير الزور، أي أنها عندما فشلت بأن تكون معركتها من الجنوب شمالا نقلتهم لكي تكون معركتهم من الشمال. أنا أقول لك نعم، هذه الثقة تنبثق وتنبع من حقائق ومن القوة التي يملكها الجيش وحلفائه والقدرة على هزيمة كل هذه الأدوات والمشاريع. الإرهاب الذي هزم في سوريا هو الجيش الذي استخدمته أمريكا وغيرها، ولكن بعد أن هزموا يمكن أن نقرأ هذه التحولات في مواقف كل هذه الدول، إقليمية كانت أو غربية، وعلى رأسهم أمريكا. ولم يكن يعني إذن يعني أستاذ علي، يعني هل تؤيد نبوءة السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد بأن اللعبة في سوريا قد انتهت؟ نعم. وأن كل شيء في سوريا الآن يمضي إلى نهاية الحرب الدائرة هناك؟ نعم، وحتى تصريح ديمستورا يوم أمس عندما قال بأنه في بداية أيلول الشهر المقبل، يعني بعد أقل من نصف شهر، سيكون هناك مفاجآت كبيرة في القضية السورية. وهناك فعلا هذه المفاجآت إنما هي ثمار هذه الإنجازات. وأنا سمعت ضيفك يقول بأن معركة دير الزور ستطول، معركة دير الزور أيام وستحسم. الجيش الذي يقاتل في محيط دير الزور هو يتحرك بمحاور عدة ليصل إلى المناطق التي يبدأ منها المعركة من خارج الطوق، ليلتقي مع القوة التي هزمت أيضا هؤلاء الإرهابيين الدواعش ومنعتهم من الدخول إلى مدينة دير الزور واستخدام المدنيين كدروع بشرية. ولذلك باتت هذه المعركة يعني قاب قوسين أو أدنى. وفي المحور الغربي على محور
البغيرية والعياش وعين أبو جمعة والسردة، أصبح هناك التفاء. نعم. مع شكراً. القوة التي تجاوزت حميمة. نعم نعم، أشكرك الأستاذ علي مقصود المحلل السياسي من دمشق، وعذرا للمقاطعة لضيق الوقت. يعني دكتور محمد، العودة إلى اللاعبين في الساحة السورية، إذا ما تحدثنا عن قطر بعد كشف دورها في تمويل المعارضة السورية وتراجعها مؤخرا عن تمويل الائتلاف السوري المعارض في تركيا، وقيام المملكة العربية السعودية بإخراج المعارضين المدعومين من قطر من دائرة المفاوضات، إذن برأيك يعني لماذا توسع السعودية من يعني دورها في المشهد السوري في الفترة الأخيرة بعد كشف الدور القطري؟ شوف حضرتك، يعني أنا بس عايز أجاوب على حاجة وأرجع لأن الأستاذ علي المقصودي بيتكلم حوالين المعركة سوف يعني لو الجيش السوري قادر يحسمها بشكل سريع ده ما كان حسمها منذ عدة سنوات، لكن هناك مقاومة عنيفة من جانب تنظيمات إرهابية كثيرة ليست من بينها داعش فقط. طيب. لكن فيما يخص السؤال المرتبط بالسياسة السعودية، هناك أسباب كثيرة. السبب الأول، لا تريد المملكة العربية السعودية أن تضع نفسها بكل وضوح في خانة القوى الداعمة للتنظيمات الإرهابية مثلما تنتهب السياسة القطرية. جزء منها مرتبط برغبة السعودية في توسيع مساعة اشتراكها مع بعض القوى الإقليمية الراغبة في فكرة الحل السلمي، وتحديدا مصر اللي هي دورها ابتدى يزيد كبير جدا، وخاصة في اتفاقات تخفيض التصعيد واتفاقات التهدئة في شمال حمص والغوطة الشرقية. تقييمك للدور المصري في هذه العملية السياسية؟ أنا شايف أن هذا الدور دور متوازن. أولا، حظوظ مصر ودعمها نابع من عدة أبعاد رئيسية. أولا، أن مصر لم يكن لديها أجندة داخلية سواء بدعم بعض الفصائل والميليشيات المسلحة منذ اليوم الأول للثورة السورية مثلما هو الحال بالنسبة لبعض القوى الإقليمية الأخرى. نعم. النقطة الثانية، أن مصر تحظى بتوافقات مع قوى إقليمية ودولية تسعى إلى الحفاظ على بقايا الدولة السورية. نعم. وتحديدا قوى مثل القوى الروسية. النقطة الثالثة، أن هناك طلب على هذا الدور، لأنه لا يمكن أن تلعب دوره إلا ويكون هناك طلب من هذا الدور عليه من جانب بعض الأطراف الداخلية وبعض الأطراف تمام. الإقليمية. طيب، نتحدث عن باقي اللاعبين في المشهد السوري، إيران وروسيا. يعني صحيفة التايمز تقول أن إيران وروسيا تجنيان مكاسب كبيرة من بقائهما في سوريا. هناك أيضا لقاء تم مؤخرا بين رئيس الأركان الإيراني محمد باقري والرئيس التركي. تمام. يعني الدور الإيراني وهذا اللقاء مع تركيا، هل بيهدف لتنسيق ما أو محاولة إبعاد أطراف أخرى عن اللعبة في سوريا؟ يعني هو بيحقق عدة أهداف وفق لكل دولة على حدة. أولا، بالنسبة لإيران بيساعدها على دعم الحليف الرئيسي لها وهو نظام الأسد الذي كان أحد الأطراف المناوئة له هي القوى التركية. نعم. النقطة الثانية، في جزء منها مواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود وتحديدا جبهة النصرة، لأن كل منهما بيمثل مصدر تهديد ليهم وللحليفهم في الداخل. النقطة الثالثة، وهي المرتبطة بتصورات الأدوار الإقليمية لكل منهما، اللي هم بيحاولوا يلعبوا أدوار في إقليم هو مش إقليمه. يعني إحنا بنتكلم سوريا دي دولة عربية، الأطراف ما يطلق عليه الأطراف الضامنة كما أشرت بداية الحديث، بنتكلم على روسيا، بنتكلم على إيران، بنتكلم على تركيا. جزء منها برضك مرتبطة بتعزيز الأوراق التفاوضية لكل منهما في مقابل القوى الإقليمية المناوئة وتحديدا المملكة العربية السعودية ومصر من جانب آخر. السعودية بالنسبة لإيران ومصر بالنسبة لتركيا. طيب، يعني سريعا تعليقك على ما ذكر التلفزيون الإسرائيلي من أن إيران قامت بإقامة مصنع لتسليح حزب الله في سوريا، هل هذا يعني استغلال للدور الإيراني لمحاولة إيجاد دور إسرائيلي في سوريا؟
يعني إذا صحت هذه يعني هو في كلام ما تم إذاعته في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الأقمار الصناعية الإسرائيلية تم التقاط زي ما حضرتك أشرت في بعض المصانع في هذا السياق، ممكن نفسره في اتجاهين. أولا إيران تمثل القوة المناهضة الأبرز لإسرائيل في تلك المرحلة، خاصة في ظل نتحدث على إيران فقط وإنما حلفائها من غير الدول وتحديدا حماس السنية وحزب الله الشيعي. النقطة الثانية جزء من الإضعاف نفوذ الأسد، يعني رغم أن الأخطر بالنسبة لإسرائيل هي التنظيمات الإرهابية، لكنها تعتقد أن تقوية أو بقاء الأسد يؤدي إلى تقوية ونفوذ الدور الإيراني في ظل صيغة التمدد العابرة للحدود في كثير من المواقع. لكن على الجانب الأكثر أهمية في هذا السياق إن هو بيعبر على إن الضخامة التحديات اللي بتواجه الدول العربية في هذا السياق. يعني احنا بنتكلم حوالين اللي بيقرر النفوذ الرئيسي بشكل أو بآخر في كثير من البؤر الصراعية، بقينا بنتكلم على إيران، بقينا بنتكلم على إسرائيل، بقينا بنتكلم على تركيا، لكن من الواضح أن هناك أدوار أخرى تتشكل من خلال محور مصري سعودي إماراتي للتعامل مع تداعيات بؤر الصراعات العربية المسلحة. نعم، في نهاية هذه الحلقة من المشهد أشكرك الدكتور محمد عز العرب، كبير الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومدير تحرير التقرير الاستراتيجي العربي. شكرا جزيلا مشاهدينا، اشكركم على حسن المتابعه. الى ملتقى في حلقه جديده اخرى من المشهد. الى اللقاء.